أناب حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة لرعاية حفل افتتاح منافسات جولة دي بي وورد العالمية للغولف التي تستضيفها المملكة بالنادي الملكي للغولف حتى 4 فبراير المقبل. وبهذه المناسبة أكد سموه أن استضافة هذه الجولة على أرض المملكة تعد تجسيدا لتوجيهات جلالة الملك المعظم في احتضان مختلف البطولات الرياضية العالمية، كما إنها تتوافق مع الجهود المبذولة في الدفع بمسيرة رياضة الغولف. وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد أن رياضة الغولف حظيت بكل الرعاية والاهتمام من جلالة الملك المعظم، والذي كان وما زال يمارس هذه اللعبة التي تمتاز بجماهيرية كبيرة. ولدى وصول سموه إلى النادي الملكي للغولف كان في الاستقبال سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية وعدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة وكبار الحضور والمدعوين. هذا وألقى سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة كلمة رفع خلالها الشكر والامتنان إلى جلالة الملك المعظم لرعايته الكريمة للبطولة، كما توجه بالشكر لسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على مساندة سموه للشباب والرياضة، ولسمو الشيخ ناصر بن حمد على دعم سموه للقطاعين الشبابي والرياضي. بسم الله الرحمن الرحيم. سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة نائب رأي الحفل السيد كيث بالت الرئيس التنفيذي لمجموعة دي بي وورلد العالمية للغولف أصحاب السمو والمعالي والسعادة الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني أن أرحب بكم أجمل ترحيب في حفل افتتاح جولة دي بي وورلد العالمية للغولف التي تقام برعاية كريمة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظ الله ورعاه. ويطيب لي بهذه المناسبة أن أرفع أسمى آيات الشكر والامتنان إلى جلالة الملك المعظم على رعايته الكريمة والتي تعتبر امتداداً لدعم جلالة الحركة الرياضية. وتوجه بالثناء لصاحب سمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظ الله ورعاه على مساندة سموه للشباب والرياضة. كما يطيب لي أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على دعم سموه اللامحدود للقطاعين الشبابي والرياضي أصحاب السمو والمعالي والسعادة الحضور الكرام، تحرص مملكة البحرين على استقطاب أكبر البطولات الرياضية تجسيداً للتوجيهات الملكية الهادفة إلى تعزيز مكانة الوطن وجعل المملكة وجهة رياضية بارزة، وتنفيذاً لتلك التوجيهات الكريمة وقبل عام من الآن نجحنا في إبرام عقد الشراكة مع مجموعة دي بي وورلد العالمية للغولف مع تنفيذ كافة المعايير المطلوبة لاستضافة الحدث بالتعاون مع النادي الملكي للغولف. ونفخر اليوم باستضافة جولة دي بي وورلد العالمية والتي تعتبر أكبر بطولة على مستوى رياضة الغولف في تاريخ المملكة وعلى الإطلاق. منذ استضافتها لأول مرة في عام 2011 لتعود مرة أخرى مسجلة هذه المرة أرقاماً قياسية كبيرة بمشاركة 135 لاعب يمثلون أكثر من 30 دولة. وفي الختام أتوجه بالشكر الجزيل لشركاء التنظيم وجميع الجهات ذات العلاقة مثمناً تعاون مجموعة دي بي وورلد
العالمية للغولف وثقتها في مملكة البحرين، متمنيا للجميع المشاركين وبالأخص لاعبي منتخب البحرين الهواة التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Your Highness Sheikh Nasser bin Ahmad Al Khalifa. وأعقب ذلك كلمة للرئيس التنفيذي لمجموعة دي بي وورد العالمية للغولف السيد كيث بيليت، عبر فيها عن جزيل الشكر لمملكة البحرين على تنظيمها لهذه الجولة بعد آخر نسخة أقيمت في عام 2011 لتعود مجددا إلى المملكة بدعم لا محدود وجهود كبيرة، مثمنا الدور البارز لكافة شركاء التنظيم ومتمنيا للاعبين التوفيق والنجاح. It is such a privilege and such an honor to be here. كما تضمن الحفل لوحة فنية رائعة جسدت اهتمام جلالة الملك المعظم برياضة الغولف ومراحل تطور اللعبة، مع استعراض الدانة التي ترمز إلى تراث وأصالة البحرين والتي تشبه كرة الغولف.